نعم. رميت عن زوجتي الجمرات مع أنها قادرة، ولكن من خشية الزحام وما أراه في الجمرات. نعم. فما الحكم في ذلك؟ هذا أيضا مما يحصل من تقصير الناس، لأن الزحام ليس دائما، يوجد الزحام في فترات ويوجد في فترات أخرى سعة. لو أنكم أخرتم الرمي إلى الليل ما وجدتم الزحام كما فعله كثير من الناس. فإن كنت قد استفتيت أحدا في هذا ممن هو أعلم منك وأفتاك فلا شيء عليه، وإن كان تصرفا منك فهو تصرف بجهل، ومع أنك فرطت لأن المشاعر فيها ولله الحمد علماء. فإن رأيت إذا كان لك قدرة أن تذبح فدية في مكة توزعها الفقراء فهذا طيب. نعم.